وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال. هذه الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بتهدف للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والتعليم فيه لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة بتتميز بثقافتها الأصيلة وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وبتقدم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة. اليوم مستمعينا بهدى وهنا رح نتوقف مع هذا الموضوع، وخليني رحب بعضو مجلس الشورى السعودي الأستاذ فضل البعينين. أستاذ فضل، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيكم بالأخوة والأخوات المستمعين، يا مرحبا. يسعد نهارك. خليني بداية أبدأ معك من أهمية إطلاق ولي العهد لهذه الشركة في منطقة عسير. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعلم أن منطقة عسير من أهم المناطق السياحية الجاذبة، خاصة بما تتمتع به من تنوع مناخي، تنوع في التضاريس أيضا، وهذا يجعلها أكثر جاذبية للسياح. ولكن هناك تحدي كبير في هذه المنطقة مرتبط بالبنى التحتية واستكمال أساسيات السياحة، وبالتالي لا يمكن تحفيز السياحة في منطقة عسير إلا من خلال استكمال البنى التحتية وضخ استثمارات في القطاع السياحي، خاصة في قطاع الإيواء والترفيه. وبالتالي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفق رؤيته الشاملة لتطوير مناطق المملكة وفق المقومات المتاحة، رأى أن يكون هناك شركة استثمارية تنموية تكون ذراعا استثمارية وتنموية للمشاريع في المنطقة السياحية في عسير، ومن هنا جاء إطلاق هذه الشركة لتكون الذراع التنموية الاستثمارية التي يمكن أن تحول هذه المقومات والأساسيات إلى وجهات سياحية عالمية تجذب السياح من الداخل ومن الخارج أيضا. نعم. طيب أستاذ فضل، دخول مجلس صندوق الاستثمارات العامة بهيدا النوع من المشاريع، ما هي دلالته؟ طبعا هناك دلالتان رئيسيتان بالإضافة إلى دلالات أخرى، ولكن يركز على الأول، أن صندوق الاستثمارات العامة هو الذراع الاستثمارية المنفذة لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة في القطاعات التي لا يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها دون استثمارات حكومية كبرى. وبالتالي يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحفز للاستثمارات من خلال استكمال البنى التحتية والبدء أيضا في المشروعات السياحية الكبرى، ومن ثم عقد الشراكات. هذا الأول. الثاني وهذا هو المهم، دخول صندوق الاستثمارات العامة بحجمه وملاءته وتخطيطه الاستراتيجي محفز للمستثمرين من الداخل ومن الخارج أيضا، وسيكون جسرا لمرور الاستثمارات والشراكات الأجنبية في مثل هذه المشروعات. وأيضا من المهم أن أشير إلى أن مثل هذه المشروعات السياحية الكبرى لا يمكن لها أن تنجح إلا من خلال الاستثمارات الكبرى التي لا يمكن ضخها إلا من خلال صندوق الاستثمارات العامة وفق رؤية استثمارية صرفة، وهذا أمر غاية في الأهمية، يحقق الاستدامة المالية والاستثمارية المستقبلية من جهة، ويحقق أيضا الجودة العالية والمواءمة مع ما يحدث في العالم في القطاع السياحي على وجه الخصوص. نعم. طيب، ما هي طبيعة المشاريع اللي راح تستهدفها الشركة بالدرجة الأولى؟ طبعا تبدأ أولا بمشاريع البنى التحتية، وهذه أساسية، لا يمكن المضي قدما في تنوع في المشروعات السياحية إلا أن تكون هناك بنى تحتية مستكملة. ثم يأتي بعد ذلك الاستثمارات السكنية والترفيهية، وهذه أيضا غاية في الأهمية، خاصة وأن نتحدث عن طلب مرتفع على منطقة عسير يصطدم بانخفاض حاد في عدد الغرف الفندقية
المتاحة للسواح، وبالتالي سيكون هناك ضخ في قطاع الإيواء، الفنادق والشقق بأنواعها، الشقق الفندقية بأنواعها، إضافة إلى ضخ آخر فيما يتعلق بالترفيه. وهناك أيضا سياحة التسوق، وأعتقد أن سياحة التسوق هي المحرك لسياحة الأسر، وبالتالي يفترض أن يكون لها جزءا مهم في هذه الاستثمارات المستقبلية. نعم، هيدا الموضوع كله قديش حينعكس على هذه المنطقة وعلى أبنائها؟ طبعا الانعكاس كبير. دعيني أولا أشير إلى الانعكاس على الاقتصاد الكلي. من المتوقع أن يكون هناك مساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بحجم 29 مليار ريال تراكمية حتى الإنجاز النهائي، إضافة إلى خلق ما يقرب من 8000 فرصة عمل وفرص استثمارية صغيرة ومتوسطة. ثم أنتقل إلى ما سينعكس على المنطقة. الأكيد عندما تساهم هذه المشروعات ب 29 مليار في الناتج الإجمالي المحلي، فهذا سيكون مرتبطا ارتباطا كليا بأبناء وبنات المنطقة والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، هم المستفيدين الأكثر. إضافة إلى أن خلق 8000 وظيفة جديدة، هذا أيضا يعزز معالجة ملف البطالة، في خاصة وأن منطقة عسير من المناطق التي لا تحظى باستثمارات صناعية أو تجارية كبرى يمكن أن تخلق مزيد من الوظائف. ونحن نعلم أن القطاع السياحي هو الأكثر خلقا للوظائف من خلال القطاعات الخدمية، وبالتالي سيكون انعكاس كبير في خلق الوظائف. النقطة الأخيرة ما يتعلق بحركة التجارة في المنطقة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد استفادة كبيرة من حركة الإنشاءات في البداية. نعم. ثم الاستدامة في التشغيل. نعم. طيب القطاع الخاص كيف بيقدر يستفيد من هذه الاستثمارات الضخمة اللي عم يشهدها القطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة طبعا؟ نعم، القطاع الخاص بشكل عام هو المستفيد الأكبر، ولكن دعيني أركز على هذه الشركة. نعم. وهذه المشروعات المستهدفة في منطقة عسير. نعم. الآن هناك رصد لما يقرب من 11 مليار ريال سيتم إنفاقها في منطقة عسير. هذه المبالغ ستحرك اقتصاد المنطقة، وسيكون القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من خلال المشروعات التي ستتاح. الأكيد أن هناك مشروعات كبرى قد لا يتسنى للشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول فيها، ولكن يمكن من خلال عقود الباطنة الدخول فيها والمشاركة. عندما نتحدث عن إنشاء 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية، فنحن نتحدث عن إنشاء مدن سياحية مصغرة، وبالتالي هذا سينعكس بشكل كبير على القطاع الخاص المستفيد الأكبر من هذه المشاريع. ولكن أركز حقيقة على جودة التنفيذ، ونحن ندعم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ولكن يجب أن يكون للقطاع الخاص تنافسية يحقق الجودة والكفاءة في آن. نعم، اليوم كتير من اللي عم يسمعونا بالمملكة العربية السعودية أستاذ فضل أكيد بيطرحوا على نفسهم سؤال، كيف فينا نكون جزء من هذا المشروع؟ شو دورنا في دعم هذه المشاريع التنموية الضخمة بالمملكة؟ طبعا هناك دور رئيس أولي، وهناك دور مستدام. فيما يتعلق بالدور الأولي هو الدعم المباشر لمثل هذه المشروعات. عندما نتحدث عن منطقة عسير فهي في أمس الحاجة إلى المشروعات النوعية، وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن ما يقرب من 20 مشروع في البنى التحتية. هذا سينعكس على المنطقة بشكل كلي، ويحتاج إلى دعم وتفهم أيضا من قبل المواطنين لأهمية مثل هذه المشروعات. النقطة الثانية أيضا وهي التحفيز لكل من يستطيع المشاركة في مثل هذه المشروعات للاستفادة المباشرة منها. النقطة الثالثة وهذه المستدامة التي أركز عليها بشكل أكبر، أن ننظر إلى المستقبل. مستقبل عسير هو مستقبل سياحي. إذن الاقتصاد سيعتمد اعتمادا كليا بعد الله على القطاع السياحي، ومن هنا يفترض على الطلاب والطالبات أن يكون لهم تخصصات داعمة لتشغيل هذه المنشآت مستقبلا والاستفادة منها، وبالتالي تكون الاستفادة الكبرى لأهالي عسير، أهالي هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعا. النقطة الأخيرة حقيقة وهي دعم الحكومة في رؤيتها في تنفيذ مثل هذه المشروعات، وهذا غاية في الأهمية. نعم،
في كلمة بتحب تختتم فيها أستاذ فضل، نقطة ما تطرقنا لها خلال الحوار؟ فقط أدعو لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بالصحة والعافية، وأسأل الله أن يبارك في عملهم وجهودهم، وأشيد بكل ما يقوم به سمو ولي العهد فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات مرتبطة برؤية المملكة 2030، إضافة إلى عدالة أو التوازن التنموي في الاستفادة القصوى من كل منطقة من مناطق المملكة، وربط مشروعاتها المستقبلية بهذه المقومات. وأكبر دليل على ذلك الاستفادة المقومات السياحية في منطقة عسير لإطلاق هذا المشروع الضخم. وأسأل الله البركة والعون والرشاد، وأن يحفظ أمننا واستقرارنا، وأن يحقق لنا الرفاهية التي نصب إليها جميعا، ويدفع نحو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. نعم، شكرا جزيلا لك عضو مجلس الشورى السعودي الأستاذ فضل البوعينين، يعطيك العافية. شكرا شكرا لكم.